بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين. سهره رياضيه جديده، ملعب اون تايم سبورتس دائما وابدا معكم. كل الاخبار والانفرادات والكواليس. حلقه النهارده ان شاء الله اوعدكم تكون حلقه ساخنه وهامه جدا جدا جدا. هاشتاج بتاعنا النهارده الدوري مع شوبير. سؤال الحلقه: هل يتجاوز الاهلي الدحيل القطري في كاس العالم للانديه؟ هنتكلم عن تفاصيل القرعه ومشوار النادي الاهلي في حاله الفوز ولا قدر الله في حاله الخساره. بتبعتوا لنا على صفحتنا على السوشيال ميديا اون تايم سبورتس اي جي. قبل ما ابدا الموجز خلينا نقف شويه مع نادي الزمالك. النهارده الزمالك بيفوز على فريق الجونه، الجونه ثالث الدوري العام. الزمالك في 7 مباريات فاز في 6 وتعادل في مباراه واحده. تعادل مع مين؟ تعادل مع بيراميدز، وبيراميدز من الفرق الكبيره يعني اللي هتتعب جدا الاهلي والزمالك هذا الموسم، وبيفتكروا هذا الكلام. الزمالك دخل فيه في 7 مباريات 2 فقط لا غير. الزمالك السنه اللي فاتت مع الجوله الثامنه كان خسران من انبي 2-1، كان خسران من طلائع الجيش 3-2، كان متعادل مع اف سي مصر. يعني كان خسران 8 نقاط. النهارده في الجوله السابعه والجوله الثامنه عنده اسوان. طبعا ما حدش يعرف حاجه في الكوره وما حدش توقع حاجه في الكوره، لكن علم المنطق وعلم كرة القدم وحالة الزمالك تقول ان الزمالك هو المرشح الاقوى للفوز على اسوان. هتقول لي اسوان فاز على الزمالك السنة اللي فاتت، قلت لك كرة القدم فيها كل المفاجآت، لكن بقول لك بميزان القوة او طبقا للتاريخ يعني كل شيء متوقع في عالم كرة القدم. فمن المتوقع ان الزمالك يواصل انتصاراته المباراة القادمة في الاسبوع 8، والنهاردة الزمالك على رأس جدول الدوري العام في الصدارة. هتكلم كتير في مباراة الزمالك والجونة، وهتكلم كتير في تحرير الموقف في بطولة الدوري العام، لأن احنا واضح على أبواب، مش على أبواب، احنا خلاص انتصف الدور الأول، والزمالك يقدم عروض طيبة مع انتصارات وبيراميدز عاد والأهلي به قليلا من الإخفاقات، لكنه الثلاثي الكبير هيفضل حتى النهاية. كل الشكر للجونة وكل التحية ليهم، لكن واضح انه الكبار هيبقى لهم الكلمة العليا.